مدينة الحضارات القديمة، أسرار وخبايا في كل مكان. المدينة اللي اجتمع فيها ثقافات وحضارات من كل العصور. في كل شارع في اسكندرية هتلاقي قصص مختلفة. أقدم جامع في اسكندرية، ترام اسكندرية، أقدم وسيلة نقل جماعي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. وأقدم شوارع هتشوفها في مصر. بس المرة دي القصة مختلفة، أسرار كتير محدش يعرفها عن اسكندرية. قلعة قايتباي اتشيدت على أنقاض الفنار القديم. هناك كده هناك الفنار القديم، واحد من عجائب الدنيا السبع اللي انهارت بسبب الزلزال اللي ضرب المنطقة في العصور الوسطى. التصميم بتاعها والأبراج العالية خلاها واحد من أهم الحصون الموجودة في مصر. ده بيدل على عظمة الحضارة الإسلامية من أكتر من 500 سنة. الحجر الجيري على مساحة كبيرة جدا. وهنا في المكان ده كان بيتم مراقبة السفن، اتصممت كواحدة من أهم الحصون الدفاعية في مصر. وصلنا المسرح الروماني. ده يعتبر المسرح الروماني الوحيد الموجود في مصر. ده المكان اللي بيرجع أثره للقرن الرابع الميلادي. اكتشفوه بالصدفة عام 1960 في بعثة بولندية كانت بتدور على الإسكندر الأكبر. استمر الحفر لمدة 30 سنة. كان في جدل كبير عن وظيفة المسرح ده، وكان بيستخدم للتعليم لإلقاء المحاضرات. الطلاب بيبقوا قاعدين وكان بيبقى فيه شخص بيحاضر هنا. وما زالت الحفريات مستمرة للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر. احنا موجودين في منطقة كرموز في اسكندرية عشان اوريكم اعلى نصب تذكاري موجود في العالم، مود السواري. هو اثر روماني مصنوع من الحجر الجرانيت الاحمر، طوله 27 متر، وقيمة تخليدا للإمبراطور ديكلديانوس في القرن الثالث الميلادي، اللي أخمد الثورة اللي قام بيها في الإسكندرية القائد الروماني دوميتيانوس. ده العمود اللي أنشأه أهل إسكندرية للإمبراطور الروماني كتعبير على شكر أهل إسكندرية ليه. وده هنا قدس الأقداس أو معبد الإله سيرابيس.
وده هنا الإله سيرابيس اللي عمله المصريين على هيئة العجل أبيس، ولكن اليونانيين ما كانوش بيعبدوا الإله على هيئة حيوان، فكان ليهم تمثال تاني للإله سيرابيس على هيئة أدمية. وده هنا سراديب الموتى، واحدة من عجائب الدنيا السبعة في العصور الوسطى، وأكبر موقع دفن في مصر بيرجع تاريخه للعصر الروماني اليوناني. اكتشفوها بالصدفة عن طريق حمار وقع في الفتحة الرئيسية في المقبرة في منطقة كوم الشقافة في قرموز، أو زي ما بيقولوا عليها كاتاكومب كوم الشقافة. اكتر حاجة هتزهلك في المقبرة المزيج الرهيب ما بين الحضارة اليونانية والرومانية وكمان الحضارة المصرية. التماثيل والطقوس في الجنازات والمقابر بيوثق فترة مهمة جدا في تاريخ اسكندرية. تاريخ المقبرة راجع للقرن الاول الميلادي واستخدمت لغاية القرن الرابع الميلادي. المكتبة اللي اتبنت على أنقاض مكتبة اسكندرية القديمة اللي انهارت سنة 45 قبل الميلاد. مكتبة اسكندرية اللي تم إنشائها على إيد خلفاء الإسكندر الأكبر من أكتر من 1000 سنة، بتضم أكبر مجموعة من كتب العالم القديم واللي وصل عددها ل 700,000 مجلد، زي أعمال هوميروس أحد أعمدة الثقافة الإغريقية القديمة، وكمان مكتبة أرسطو ودرس بها إقليدس وأرشميدس. ده جزء من كسوة الكعبة اللي تم إهدائها لمكتبة اسكندرية. ده من أهم مقتنيات المكتبة، عبارة عن تحفة يدوية من الحرير الصافي مزينة بالآيات القرآنية. وكمان مكتبة اسكندرية بتضم متحف مطبعة بولاء، أهم وأول متحف لتاريخ الطباعة في مصر، اللي تأسست عام 1920، وبيضم المتحف أقدم ماكينات الطباعة في مصر والمتحف الوحيد اللي بيروي تاريخ الطباعة في مصر. وده هنا مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، اللي بتقدم معلومات بشكل متساوي بغض النظر عن نوع الإعاقة اللي بيعانوا منها. تعتمد مكتبة طه حسين على أحدث الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات لتمكين الفئة دي من القراءة والكتابة واستخدام شبكة الإنترنت. وبكده انتهت رحلتنا في اسكندرية في واحدة من أقدم المكاتب اللي اتعرفت في التاريخ القديم.